ضيف فريد في رمضان على قناة أنفاس بريس هو الفنان المسرحي والتلفزيوني والسينمائي مصطفى حقيق. مرحبا بك على أنفاس بريس. الله يكبر بك. تحية لقناة أنفاس ومتتبعين ديال قناة أنفاس، وتحية أيضا لإدارة قناة أنفاس، وتبارك الله عليكم وواشكم مباركة بسعودة. رمضان مبارك. وأنتم كذلك. قل لي يا سي مصطفى، يعني الطرائف تختلف، يعني مثلا شي طريفة وقعت لك في رمضان، أما في بلاطو التصوير ولا في الدار ولا في الشارع؟ الطريفة اللي وقعت لي هي في البلدية، كنت كنتفرج في الحلقة البهجة وداك الشيء إلى آخره. هذا الشيء في رمضان؟ في رمضان، وعاجبني الحلقة وبقينا صغير وكانوا كيديروا داك الشيء ديال الملاكمة. وانا كنتفرج ما غيختارني داك البهجه، قال لي اجي انت، دار لي دوك ليغات بعد البهجه، ولا ما كان شي واحد كيعاش كيسموه، الله نسيت على سميتو، واحد السميمر مع رمضان مع سيجي. رمضان ايوا دار لي دوك سميتو ليغات ايوا، والاخر مدرب ابدا كيلعب، انا نيه مع مرخي مرخي بحال هكا، وما يعطيني ما يعطيني على العين، والله الا بان لي البرق جابك قد جابني قد ما فقتي وقلت رمضان الله كذب عليك. رجعت للدار، رجعت دايخ، ما عرفت ما فطرت شي، ما تسحر شي، ما كذبش عليك، هذه باقي عاقل عليها مزيان، يعني اش غنقول لك، الفضول ديالي خرج عليا. هذه من الطرائف ديال رمضان، هذه ديال الاولى. كاينه عاوتاني الثانيه، الثانيه كنا عندنا الجيران ورمضان وكتشم ريحه الحريره، انا زعما ديال الحريره الحمراء، وحنا ديك اللحظه كنا دايرين غير الحريره البيضاء، الحسوه كنقولوا الحسوه البيضاء، كاين الحمراء وكاين البيضاء. اييه اش وقع، انا عجبتني الجيران واحد السيده سميتو، قالت لي عجبتك الحريره الحمراء، قالت لي نتبادلوا، انا هي عزيزه حسوه، عطيتيها البيضاء وعطاتك الحمراء. الحمراء ما تعطيناها الجبانيه ديال 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 خوها، خوها استاذ عامره الحم وعامره بيض وداك الشيء، ودير فيها الكياس. واش غادي نقول لك، كنشربوا داك الشيء، حتى جاو يدقوا علينا الجيران، الله يجازيكم ديك الجبانيه رجعوها ديال الاستاذ ديال الاستاذ. كنت باغي نصت فيها، وانا كنقول للوالده، الوالده تبارك الله، علاش حنا تجي او خير الله، علاش ما ديريش لنا الحمراء بحال هذه، وتقريبا العدس والحمص مخلط مع اللحم. لحتي الدار هذيك الليله. الجديد الفني في رمضان ديال مصطفى حقيق؟ الجديد هو حاليا صورت في واحد مسلسل، سلسله مسلسل ربما ما تبرمجش في رمضان، سلسله ديال الناس الملاح، انتاج السي احمد بو عروه واخراج الاستاذه جميله بورجي، وكاين عاوتاني حلقه مع الاستاذه حفود، حلقه في مداوله في رمضان غتكون، ما عرفتش واش مداوله تقدر تكون مبرمجه، تقدر تكون سادي بون. والمسرح على صعيد المسرح تكون شي جوله مسرحيه في رمضان؟ لا لا اذا انت رمضان روبو. رمضان رمضان روبو، وكان صلاه التراويح كنعمروا قلبنا شويه بالله، وكنركزوا على صلاتنا وهذا الى اخره، كتوسع لك التمثيل لا، لكن كاين شويه الكتابه وشويه الموسيقى، وبطبيعه الحال كنركزوا على القران، نحاولوا تقريبا ندوزوا 60 حزب كل نهار، كل نهار كنقراو جوج الاحزاب. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. تحياتي وشرفتينا. الله يكبر بك. الله يكبر رمضان كريم. الله وانتم كذلك. شكرا شكرا لقناه تحياتي. الله يكبر.